كتابتها بعد سطوع أول شمس على أرض مصر بآلاف السنين. نقدر نقول إن تاريخ نفسه مجرد فصل من فصول الحضارة في بلدنا. حضارة كانت بذورها على أرض مصر وامتدت ونشرت علم ومعرفة للعالم كله. علوم دقيقة زي دراسات النجوم والفلك اللي أبدع فيها المصري القديم، وظفوها توظيف علمي مبهر في بناء أثرهم، وظفوها توظيف مبهر حتى في تفسير معتقداتهم. مسلات وأهرامات باصين لأعلى نقطة ممكنة، كأنهم عارفين أن حورس بيحلق حواليهم بأجنحته الضخمة اللي بتمثل السماء عند قدماء المصريين. حتى أقدم ملوك مصر كانوا عارفين أن الطيران جزء من حماية الأرض، وده اللي تجلى في إبداعات المصري القديم في فن النحت، خاصة نحت التمثال حورس وهو بيحمي الملك رمسيس الثاني في بداية حياته، بيحمي الملك من أي هجوم غادر من الأرض أو من السماء. السماء للمصري القديم شافها برؤية مختلفة تماماً، اكتشف أسرارها وأصبحت جزء من الأساطير المصرية القديمة، وده عرفناه من نصوص وصلتنا وبتصور ملوك مصر القديمة في رحلتهم للعالم الآخر حول النجوم والكواكب، بالإضافة للاكتشاف المذهل في معبد دندرة للنقش التاريخي لدائرة الأبراج السماوية، واللي حضراتكم شايفينه ده يا فندم هو ده سقف معبد دندرة على الحقيقة. ده غير الاكتشاف المذهل لنموذج خشبي لطائر في مقبرة عمره يعود ل 200 سنة قبل الميلاد، ومن خلال الدراسات تم إثبات أنه مجسم قابل للطيران. وبالفعل قام الخبراء بصناعة مجسم مشابه أكبر حجماً، وقدر يحقق طيران فعلي لمدة 10 دقائق. مرت آلاف السنين واهتمام المصريين بحماية سماهم هو في المجال المدني والعسكري، العقيدة واحدة والآليات مختلفة، تطورت بالوقت وأصبحت أكثر تقدماً. وفي يوم 26 يناير سنة 1930 هبطت أول طائرة مدنية بقيادة أول طيار مدني مصري في مطار هليوبلس، ليكون هذا اليوم العيد القومي للطيران المدني المصري. تزامناً في 7 مايو سنة 1932 صدور مرسوم ملكي بإنشاء الشركة الوطنية مصر للطيران. وفي ذات الفترة الزمنية وتحديداً سنة 1931 صدر مرسوم ملكي بإنشاء سلاح الجو الملكي، بعد إتمام صفقة شراء 5 طيارات تراس تايجرموث واكتمال تدريب عدد من الطيارين المصريين في مدرسة أبو صوير الجوية. الطيارين اللي حققوا نجاح تاريخي بإصرارهم على الطيران بطياراتهم لمصر بدل أن يتم نقلها بحرياً، وقاموا برحلة طيران طويلة استمرت لمدة 7 أيام هبطوا خلالها في 13 مطار، بدأت من هارتفيلد في إنجلترا وانتهت في مطار ألمازا يوم 2 يونيو سنة 1932 ووسط احتفال كان شعبي كبير بحضور الملك فؤاد. وتتوالى السنين، وتحديداً منذ سنة 2015 وحتى يومنا هذا يستمر التطوير، وينضم لأسطول القوات الجوية أحدث طرازات مقاتلات الجيل الرابع بلس زي الرافال والميك 29 والهليكوبتر الحديثة زي الأوغوستا الكاموف والمي 24، بالإضافة لتطوير باقي أسطول طرازات القوات الجوية من النقل، هليكوبتر ومقاتلات، وأسطول الطيران المدني المصري بكامل طرازاته. ومن هنا من مدينة العالمين، المدينة الحديثة اللي بتمثل التطور الكبير اللي بتشهده جمهورية مصر العربية بشكلها الحضاري الفريد، واللي مثلت عنصر جذب ومحفز كبير لاستضافة أول نسخة من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، المعرض اللي بيشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 300 شركة وجهة في مجالات الطيران والفضاء، وعدد من العروض الجوية بالطائرات ميراج 2000 و F-16 الإماراتية، الطائرة يورو فايتر تايفون السعودية، الطائرة رافال، الطائرة F-16 الأمريكية، الطائرة إير ماكي M-346 الإيطالية، الهليكوبتر AHLH الهندية، الطائرة هيرجت التركية، والطائرة L-39NG التشيكية، بالإضافة للطائرة جولف ستريم G650ER. ولأول مرة تشارك في معرض طيران دولي خارج الصين طائرة النقل العملاقة Y20.
ومن فرق الاستعراضات الجوية فريق الصقور السعودية، فريق سارانج الهندي، فريق أوغست فيرست الصيني، فريق زوس اليوناني، وفريق الألعاب الجوية المصري سيلفر ستارز. المعرض مقام في مطار العلمين الدولي على أرض مساحتها 125 ألف متر مربع، ودي يا فندم لقطات من مراحل الإنشاء من أول ما كانت أرض فضاء ومراحل وضع الأساسات حتى الوصول للشكل النهائي للمعرض بأيدي أكثر من 7000 عامل. وأقسام المعرض المختلفة بتبدأ من أول القبة الصغيرة والقبة الكبيرة اللي حضراتكم مشرفينا فيها حالياً، ده غير صالة العرض الذكية بمساحة 10000 متر مربع واللي بتضم عدد كبير من الشركات العارضة، بالإضافة لمنطقة المعرض الأرضي بمساحة 100000 متر مربع والتي تضم ما يقرب من 100 طائرة بطرازاتها المختلفة. المعرض بيمثل بوابة للتواصل بين الشركات الرائدة في مجال صناعات الطيران والفضاء، وبيمثل أيضاً منصة مثالية لعقد لقاءات ومناقشات لتطوير هذه الصناعات، ليكون دافع نحو المزيد من التعاون المثمر بين الدول المشاركة تحت رعايتكم الكريمة.